ينضم الي الان من موسكو الدكتور اصف ملحم، مدير مركز جي اس ام للابحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسيه. دكتور اصف، اهلا بك على القاهره الاخباريه. لعلك تابعت هذه المرحله الجديده التي تم تدشينها من قبل الرئيسين المصري والروسي منذ قليل. كيف تقيم هذه الفعاليه في العلاقات المصريه الروسيه في الاونه الاخيره، لا سيما في مجال الطاقه الجديده والمتجدده؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. سيدي، العلاقات الروسية المصرية علاقات يعني قديمة تاريخية، كلنا نعلم جيدا أن العلاقات بين الدولتين سواء في زمن الاتحاد السوفيتي أو زمن روسيا الحالية كانت قائمة على علاقات صداقة، قائمة على الثقة، قائمة على يعني إن صح التسمية على المحبة بين الطرفين، لا يوجد فيها اي خلل او اي شائبه يعني في كل الاحوال. وهنا في روسيا نعلم جيدا في جميع المنتديات والمؤتمرات التي تعقد هنا في روسيا، هناك دائما ترحيب بوجود مصر في هذه المنتديات. فمصر كدوله عربيه كبيره ودوله افريقيه كبيره هي مفتاح في الحقيقه لروسيا ايضا على العالم العربي والعالم الاسلامي والعالم الافريقي. وبالتالي ومشاريع الطاقه هي من اهم، يعني الطاقه هي أهم شيء في الحياة، يعني عن طريق الطاقة يمكن تطوير الصناعة فيما بعد. وبالتالي هذه المشاريع بالتأكيد سيكون لها أثر بالغ بالنسبة لروسيا كاستثمار كبير في مصر، وبالنسبة لمصر كاستخدام الطاقة الكهربائية في تطوير الصناعة وتعميق العلاقات السياسية بين روسيا والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الأفريقي. وخاصة أن مصر يعني أصبحت عضوا في مجموعة بريكس، ووجودها في مجموعة بريكس سيكون له أثر بالغ يعني على تطوير عمل هذه المجموعة وتفعيل عملها في المستقبل. وكلنا ننظر في الواقع، جميع المراقبين جميع المحللين الذين يتابعون هذا الموضوع ينظرون يعني بالكثير من التفاؤل والأمل على بهذه المشاريع بأن تتطور في المستقبل وتكثر، لأن يعني كما نعلم جميعا هذا المشروع الأول في المنطقة العربية. طيب دكتور أصف، كان مع الدكتور محمد منذ دقائق وكنا نتحدث عن هذا التوازن الحادث في العلاقات المصرية الخارجية، علاقاتها مع روسيا والصين من جهة وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة أخرى. كيف تنظر روسيا لهذا التوازن في العلاقات المصرية الغربية والشرقية بين روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ نعم، هذا سؤال في الواقع جيد. يعني هذا الموضوع يطرح دائما، ويعني كلمة التوازن يعني في الكثير من الأحيان تخفي خلفها بعض الأشياء الغير مفهومة. على كل حال، يعني في روسيا هنا المقاربة ما هي؟ المقاربة على الشكل، لا مانع عند روسيا بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي لا تنظر، روسيا لا تنظر إذا قامت دولة صديقة لها بالتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق مصالحها، لا مشكلة في ذلك، على أن لا يؤدي ذلك إلى تضرر المصالح الروسية مع تلك الدولة. في حال يعني قد يحدث الأمر، نحن يعني في العقود سواء الاقتصادية التجارية وغيرها يوجد كثير من التفاصيل التي قد لا نعرفها، ولكن في حال حصول تعارض لسبب أو لآخر فلا بد من اللجوء إلى لغة واحدة وهي الحوار بين جميع الأطراف والوصول إلى حلول ترضي الجميع. وبالتالي نحن نعلم جيدا نقطة أخرى في هذا الموضوع، نعلم جيدا حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر يعني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. يعني هناك ضغوط تسرب الإعلام بعض الأخبار على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني الضغط على مصر وبكل قوة لكي تقوم بتصنيع بعض القذائف لأوكرانيا، ولكن مصر رفضت ذلك وقال نحن لا شأن لنا بهذا الصراع ولن ندخل طرفا ولن نكون طرفا فيه على الإطلاق. لذلك هذه الطريقة يعني من جهة تعجب روسيا، يعني لا مشكلة في ذلك. حتى في روسيا عندما نطرح شعار يعني يريد إنهاء الهيمنة الأمريكية في العالم، هذا لا يعني إزالة الولايات المتحدة الأمريكية من الوجود، هذا غير ممكن بكل تأكيد. ولكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أنها ليست هي الدولة الوحيدة في العالم وأن مقدرات العالم ليست ملكها لوحدها. وبالتالي عند الإقدام على خطوة معينة لابد من التنسيق مع جميع يعني المعنيين بهذا الموضوع. وهذه السياسة على ما أعتقد نجحت مصر في تحقيقها. وبالتالي لا أعتقد أن يعني تعاملها مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا أي بين الشرق والغرب أن يؤدي إلى أي ضرر على أي طرف، وبالتالي لا يوجد حجة عند أحد لكي يعترض على هذه الطريقة بالتعاطي مع المواضيع.